صباح الخير عليكم. هذا النهار غنصور معكم على الصباح، يلا فقت من الناس وغادي نصور معكم ان شاء الله تقريبا دابا شي 7:30 هكذاك. بغينا نضرب واحد الدويره ان شاء الله لمراكش، وبغيت نصور معكم هذا الفلوك ان شاء الله، تشوفوا الرحله ديالنا كيفاش دازت ان شاء الله باذن الله. وصباحكم مبروك. هنا غادي نوقفوا نفطروا ان شاء الله، هو الاول عاد غادي نجدوا الطريق ان شاء الله باذن الله، نجدوا الطريق وحنا موقدين فاطرين. حتى كنفطروا فرنسا 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 مع الفنا جينا ديريكت جامع الفنا. شو الصباح الحراره الله يحفظ يا ربي السلامه، تكون الدنيا خاويه شويه ماشي بزاف بحال الليل. صراحه هاد الحراره كتقهر. كافي زوينة كتبان نقية. فيها الفوق والتحت. اجي شوفو اجي شوفو، قال لك نشوفو الشوفان هنا زوينه. الصراحه الشوفان من هنا غزاله كيف قال لينا. هانتوما كتشوفو من هنا كتشوفو جامع الفنا كله. صراحه واخا طلعنا الفوق جلسه تماك زوينه صراحه، تكون في العشيه باللي سيرتو بالليل اكل منظر غزال من تماك، ولكن دابا سخون الحال الحراره ما قدرناش نجلسو تماك صراحه. غادي نهبطو لتحت ناخذ شي عصير وشي حاجه نبرد هكذايا باش نكملو النهار ديالنا ان شاء الله يا ربي. فين عندكم المراكش غنتصوتوا هذا النهار هنايا حسن عوانكم في هذه الحراره والله. انتي شنو تاخدي ديدي؟ خديتي ولا مازال؟ انا غير هذا، انا غير بول وحده دو دو بول يمكن ياك؟ وقفنا عند واحد مول البوتيك هنا، شوفوا شي صنادل شي بلاغي عندهم هنا داكشي ديالهم ديال مراكش، ناخدو دي سوفينيغ وصافي ماشي شي حاجة. كاين عندهم
انت رقم 46 اخيرا. حيت حنا المغرب عندنا قليل الناس اللي كيمشيو صراحه 46 ياك ولا كاينين؟ كاين ساره، ساره كاين. انا جاتني غريبه صراحه 46. كاينه في الكري بديتي في هذا. انا شوف داك الكري، لا عطينا داك الكري السيد كحل. هذا الكل هذه ما فيهاش، هذا الموديل هذا ما فيهش الكري الشريف، هذا فيه الكري فيه المارو وهذا اللون وفيه الكحل ما فيهش هذا الكري. بحال هذه بحال الشكل اللي عجبني انت، هذا كاين هذا ما بغيتش. هذيك مزيانه هذه بركه كثير. راه ولا ديال شي شمال دخلنا نتغداو صراحة، واخا مازال الحال ولكن ما قدرناش، بغينا غير ندخلو شي كافي هكذايا مبردة تكون فيها لاكليم باش ناخدو راحتنا، وقلنا ريت نتغداو عاد نتحركو على ما يبرد الحال. كافي زوينة صراحة، كتبان مقيقية فيها لاكليم الداخل. ها المشيشة مسكينة، ها فين ناعسة، ها ناعسة مسكينة تحت الكليمة، ها من هنا الكليمة، ها ها مسكينة هي الحرارة. سمحينا حبيبة فيقتك، يرجع لبلاصتك. الله سيدي حرك على شي ميزان يا خويا، انا نحركو عليها ميزان يا دير الميزان خرج عليها شي ميزان، هي بلا ملي تخويها خرج عليها شي ميزان. صحة وعافية سيدي، بسم الله هاتكي هكا هاتيكا صحة وراحة الله يعافيك. الله يحفظك بارك الله فيك. خرجي الميزان يلا ديروا عليها، يلا ديروا عليها شي ميزان. طنجيه عند هذاك اللي كيقول ليه المطعم ديال الحاج امين اللي كان خدام عند خدام في القصر عند الحسن الثاني الله يرحمه. ها الشهاده ديالو ها الحسن الثاني الله يرحمه ولي برحمه الله. ها الحاج امين الطباخ ديال الحسن الثاني شحال هادي الله يرحمه اياماته. دخلنا الكار ايدن درنا فيه دويره صراحه، بعدا هنا لي بوتيك فيهم كليما وايكيكي حتى هي، المهم كلهم صراحه زوينين. صراحة مراكش زوين ولكن الجو في صراحة ما تقدرش ما تقدرش سيرتو حنا ما قدر. انا صراحة ما متسطح والعدو ديالي هو الحرارة، ما قدرش نتمشى فيه اكثر من هكا. صافي الله يجعل البركة نرجع لداري. احنا كندخل اخر محطة ديال الاداء، وصلنا لأكادير إن شاء الله، وهنا كينتهي الفلوق ديالنا صراحة اللي درنا لمدينة مراكش. وخا صراحة ما قدرتش نصور كلشي الرحلة كلها، وما قدرتش صراحة لأن غلبني الصهد بزاف 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 صراحة، بس كنقول متى غنرجع لداري. يلاه تبارك الله عليكم وسلام عليكم، ونتلاقاو في فلوق آخر إن شاء الله.